تخرجش، الولاد الصغار ما تخرجوش، والكبار ما تخرجوش. باش نرفعوا ليكم، احنا اللي راح نجيكم الدار من خلال صفحه المسرح الجهوي قالما، راح نبدل لكم مسرحيات ومضات توعيه، ان شاء الله نكونوا في المستوى. ما ريح في الدار واحنا نجيو ليك. ما تخرجش اخويا، ريح في دارك سيدي، احنا اللي نجيوك. كيفاه نجيوك؟ نجيوك تتفرج علينا، نضحكوك ونحسيوك ونوعيوك في لاباج تاع المسرح الجهوي لولايه قالما. استناونا. السلام عليكم. في اطار الحمله اللي قام بها المسرح الجهوي قالما، اخويا ريحوا في الدار دوك، يجيكم المسرح للدار بعد. يريح اخويا دوك، نضحكوكم يا سيدي في اليوتيوب. هاي صح، ريحوا في داركم. بمبادره من المسرح الجهوي محمود تريكي، المسرح راح يجيك للدار بطبيعه الحال عن طريق الواب. استناونا.